لا يخلو الساحل اللبناني على مدار الزمن من المواطن الذي يتنقل بالشبكة أو الصنارة، سواء غني أو فقير، على شاطئ البحر لممارسة هواية تتوارث عبر الأجيال ولا يتم التنازل عنها أبداً لأنها من الثوابت. الصيد الذي يعلم الصبر هو السبيل الوحيد لدى الشعب اللبناني من شماله إلى جنوبه، مروراً بالعاصمة بيروت، قادماً من أعلى الجبل حتى يتجاوز المحنة والابتعاد عن الضغوط المتناثرة والتي ليس لها نهاية إلا بالهروب منها بالصبر عبر الصيد. اعتزل كل ما يؤذيك. بهذه العبارة يتحدث عبد مطر الذي يرى أن الجلوس على شاطئ البحر للصيد يجعلك تبتعد تماماً عن ما يؤذيك أو يضرك، وأيضاً يعطي لك الفرصة كاملة للتفكير حتى تستطيع التعامل مع الأزمات والمشاكل وتدبر الأمور بشكل صحيح. بتتسلى وبتتونس وبتطلع سمك وبتلعب في البحر وتسيب المشاكل وراك. وبجانب أن للصيد فائدة مهمة أيضاً في أن يجعل الإنسان صاحب بال طويل، فالصياد الماهر هو من يستطيع أن يأكل من صيده من رزق البحر الذي هو من عند الله. بس بتصيد ناخده على البيت من مطبخ ومنعليه ومناكله. وأنا كل يوم، مش كل يوم بيجي، يوم هي يوم لا بيجي على الصيد. عم بساعد هواية وتنسى هموم العالم، براحة نفسية، كل شيء بالسر، بترتاح راسك. هنا على البحر ومن قلب الشاطئ الفينيقي تكون الراحة النفسية للصياد حتى تلقى الهموم خلفك.